السلام عليكم. كملوا علي آخر محاضرة اللي هي حكينا على الـ VSWR أو الـ Voltage Standing Wave Ratio معدل، أو اللي هو الـ Voltage Standing Wave Ratio، أو مقدار الرقم يعبر عن مقدار الإشارة، يعبر هل في عندي انعكاس من في الإشارة ولا لا. الانعكاس يصير نتيجة لاختلاف المقاومات، زي ما تشوفوا أنا عندي Transmission Line اللي هو أنا وعندي شنو الحمل. طالما في اختلاف في المقاومتين هذين معناتها حيصير عندي شنو، حيصير عندي انعكاس. تمام، الفولتج ستاندينج ويف ريشيو يساوي 1 زائد ريفلكشن كوفيشنت على 1 ناقص اللي هو الريفلكشن كوفيشنت. السبب انه السبب الاتجاه لل في اس دبليو ار زي ما ممكن ذكرتها من قبل اللي هي سهولة قياسها، يعني المعامل الانعكاس عشان انك تقيسها ضروري تعرف مقدار المقاومة اللي داخلة فيها، مقاومة بتاع الخط والمقاومة بتاع الحمل. فالفولتج ستاندينج ويف ريشيو عمليا سهل انك شنو انك تجيبها. تمام، سهل يعني انك تجيب المقدار هذا. طبعا افضل قيمة له واحد، افضل قيمة له واحد اللي هو امتى، لما يكون معامل الانعكاس زي ما نشوفهم من المعادلة هذه اللي عليه دائرة بالأحمر، لما يكون معامل الانعكاس هذا يساوي صفر فيجد كم قيمة هذا؟ واحد، اللي هي تعتبر القيمة الأفضل. كل ما يزيد كل ما تجد شنو عندك مشكلة، كل ما عندك مشكلة. فبعض الشركات أو بعض الستاندرد، كل شركة زي ما تقول محدد ستاندرد معين للمعدات متاعتها، في اللي يقولك 2.5، في اللي يقولك 3، حسب نوع التطبيق وحسب قوة الإشارة وحسب يعني خش فيها مواضيع واجد الموديليشن وهكذا يعني. تمام، هنا هناك على الأفريج باور فلو ألونج ذا لاين اللي هي الباور اللي تمر شنو، تمر في الخط في الغط. طبعا عندي شنو، عندي الباور هذه تقدر تحسبها عند أي نقطة. تمام، عندك شنو تقدر تحسبها عند أي نقطة. تمام، فالافرج باور تساوي نص في بلس زيرو تربيع على زد او في واحد ناقص شنو معامل الانعكاس تربيع. هذا قانون اللي هو تقدر تعرف بيه شنو هي الافرج باور. طبعا بلس هذه ليش؟ لانك بتحسب الباور المتجهة من زي ما تقول من الترسمش لين الحمل في الاتجاه هذا، ما تبيش تحسب انت الباور اللي من عكسها، واضحة؟ ما تبيش تحسب الباور اللي رادة، لان هذه تعتبر ضايعة. فأنت تبي تحسب بس الباور اللي أنت استفادت منها، فأنا علاش نحطه في شنو؟ نحطه في قيمة الـ V0 هذه بلس، هي الاتجاه يكون من في الاتجاه الموجب. أكيد لو أن معامل الانعكاس يساوي صفر فعندي أنا ماكسيموم باور ترانسفير، يعني مش حيكون عندك إشارة انعكاس، فأنا حتنتقل كل الباور للنقطة واحد. تمام، لو انه معامل الانعكاس يساوي واحد اللي هي اعلى قيمة لها، فانا مش حيكون عندك باور انتقلت. الريتيرن لوس شنو هو الريتيرن لوس؟ اللي هو الفقد اللي صاير شنو صاير في من الانعكاس، يعني مقدار الباور اللي ضاعت من وين؟ من الانعكاس. تمام، ليش قانون يساوي؟ نشوف الصيغة النهائية بتاعتها اللي هي ناقص 20 لوج معامل الانعكاس. طبعا الوحدة بتاعتها انا دي بي، او تقدر تحسبها بالمعادلة بالاساس هذه اللي هي ناقص 10 لوج باور ريفلكتد على باور انسيدنت، اللي هي الريفلكتد قسمة شنو الباور الداخلة من البداية بكري. تمام، هذين كل تستفيد منه انت في حسابات الباور، لانك انت شنو بتحسب الكفاءة وبتحسب عشان تحسب الكفاءة لازم تحسب المقادير هذين كلها وحدة وحدة بوحدة. طبعا يقولك لو ان الريتيرن لوس يساوي ما لا نهايه، طبعا هنا نو ريفلكتد باور. تمام، هنا يساوي شنو معناتها نو ريفلكتد باور؟ معناتها ما عنديش شنو، ما عنديش باور اللي هي ناكست. لو ان الريتيرن لوس يساوي 0 دي بي معناتها شنو؟ اول انسيدنت باور از ريفلكتد، اي يعني كل الباور اللي انت دزيتها شنو صار لها؟ ناكست معك. تمام، كيف تفهم هذه؟ تعال وانا شوفوا المعادلة هذه، اذا كانت هذه تساوت مع هذه فحيكون كم؟ واحد. طبعا لو غرثم الواحد اللي هو كم؟ اللي هو صفر.
معناتها أسوأ حالة لما تكون شنو الريتيرن لوس هذي بتاعك ايش تساوي؟ هتساوي زيرو، تمام. وكل ما تنقص اللي فوق، كل ما تنقص اللي فوق اللي هي اللي هو الباور ريفلكتد، كل ما مقدار اللوغاريتم هذا يبدأ شنو، يبدأ عدد سالب لكن كبير كماجنيتود، يعني مثلا سالب 20 سالب 30 سالب 40. تخيلوا اللوغاريتم من البوينت واحد مثلا كم يساوي؟ اللي هو العشرة ناقص عشرة، ناقص عشرة، تمام. فناقص عشرة أنا عندك ناقص من برا، فتجد شنو، تجد موجب. فبمعنى أن الـ RL عنده رينج تحرك فيه بين الصفر والما لا نهاية، أوكي. أفضل قيمة لها لما تقعد كلمة تكبر كلمة تكون أحسن RL. معناتها عندي شنو، معناتها الـ Return Loss بتاعي شنو، ما فيش Reflected Power، يعني ما فيش Reflected Power ردت. لما الـ RL تساوي زيرو معناتها أنا عندي شنو، عندي مشكلة، معناتها كل الانسيدنت باور شن صار لها ريفلكتد، نقصت. تمام، نديرو سكيب للسلايد هذه، شو تور السلايد هو سبيشال كيس اوف لوسلس ترانسميشن لاين. في حالة اللوسلس ترانسميشن لاين معناته عندي شنو، عندي الأحمال أو عندي المودل بتاع اللاين اللي هو الكاباستر والاندكتر والجي والار. الجي والار يساوي كم يساوي، هنا حنلغوه، مش حيكون الموجودات في المودل. يعني المعادلة تحقه فيها اللي فوق هذه، المعادلة اللي فوق هذه مثلا، يعني المعادلة هذه حتكون بس اللي هي الأجزاء التخيلية فيها، مش حيكون فيها أجزاء اللي هي الحقيقية اللي تعبر عن المقاومة. فأنا شفتوها زد لوات شورت سيركت تساوي زي جي زد في الزد او في التان بيتا ال، والاوبن سيركت تساوي مانس جي زد في الكوساين بيتا ال. يعني ناخذ الموضوع نحن بالصيغة النهائية بتاعتها، اللي هن شنو الثلاث قوانين اللي قدامك، تمام. أنا الشورت لاين فوق، أنا أعطيك الشورت لاين لما تجد زد ال بزيرو، وهنا اللي هو الـ VSWR طبعا يساوي كم، يساوي ما لا نهاية. يعني هنا عندي الانعكاس صير على الآخر، تمام. ماتش لاين شمعنا اللي هو الماتش اللي هو اللي يقدر المقاومتين بالطبقات. أنا معامل الانعكاس يساوي كم، يساوي واحد، تمام. وهنا لما تقعد open circuit المعامل الانعكاس يساوي كم، يساوي ما لا نهاية. يعني ان شنو كل الاشارة عشان صار لها حتينك زي، شوف الحالة اللي فوق والحالة اللي لوطة شن سببها، ليش انا ال VSWR شن صار له رقم كبير. نحن قلنا كلمة زيد كما يكون شنو، كما تكون حاجة مش كويسة، يعني لان انا عندي مقاومة. فانا في الحمل مرة حط لك الحمل صفر، ففي فرق كبير بين شنو، بين مقاومة الحمل اللي هي صفر وبين مقاومة اللي هو الترانسميشن لاين اللي هو عندها قيمة زد او. فطبيعي بيطلع شنو رقم كبير اللي هو مقدار اللي يعبر عن الانعكاس. نفس الشيء لو طبكل، شوف هنا الاوبن اوبن سيركت لاين، ان مقاومه الاوبن سيركت المقاومه الحمل تجد كانها ما لا نهايه. فانا في فرق بين ما لا نهايه والزد او، فاكيد شنو في استبيار تساوي ما لا نهايه. هنا الماتش لاين اللي هو اللي يجد الزد ال تساوي زد او، فهنا معامل الانعكاس يساوي كم، يساوي زيرو، ما عنديش انعكاس لان مقاومتين يساوي بعض اللي هي افضل حاله. وهنا ال VSWR يساوي كم، يساوي واحد، تمام. هذين طبعا لنا القوانين، اوكي. مثال حنحلوه في الـ شوية هيك حنحلوه، بس خلينا نكمل توك باش انه بعدين نحلوا لنا المثالين مع بعض، تمام. انا عندي جنريتر اند لود مس ماتش، نحاول نقربها لك قبل الحياة العملية قدر الامكان.
احيانا يكون في عندك مسماتش بين منو بين الجنريتر اللي هو تخيل لي لنتين اللي فوق السطح مثلا، تمام، وهنا اللي هو زد ال اللي هو اللود بتاعك اللي هو الرسيفر. احنا قلنا كلمة قوابتين هذين يختلفن، يعلم بالاحمر هذين كلمة شنو، كلمة تكون عندي مشكلة، كلمة يكون عندي انعكاس كبير، تمام. فهذه هي الحالة يسمو فيها شنو، يسمو فيها المس ماتش اللي هو عدم التطابق، تمام، عدم اللي هو التطابق في المقاومات. فأنت هنا عشان تحسب مقدار الإشارة المنعكسة أو الديليفرد لللود، فأنا هتحسب معامل انعكاس على مرتين. المرة الأولى بتحسبها بين منو منو، بتحسبها بين بين هذه بين اللاين، بين الترانسميشن لاين هذا وبين شنو الجنريتر، عن طريق المعادلة هذا اللي هو معامل انعكاس شنو يساوي مقاومة الجنريتر ناقص مقاومة اللي هو اللاين على مقاومة الجنريتر زي شنو زائد مقاومة اللاين، تمام. بعدين انت بتحسب اللي هي شنو الباور الديليفرد لللود، تم هنا قانون بس للاشتقاق يعني مش هنستحقه له، لكن بنوريك ان هنا الباور اللي وين اللي تم توفيرها للحمل اللي هو لللود. اوكي، فهنا نفرض ان الجنريتر امبيدنس ثابته، تمام، جنريتر امبيدنس اللي ما تقدرش تغيرها اللي هي الانتين اللي عندك انت اشتريتها خلاص مش هتقدر تفك الانتين او تغير في التركيبه بتاعتها وكذا ممكن تخربها حتى، فانت انا مجبر عليها اللي هو الزد جي، هذه ما تقدرش تغير فيها، ما عندك ما تدير فيها، تمام. فهذه هي ثابته. انا حنفرض ثلاث حالات عندي، اول حاجه لود ماتشد تو لاين، جنريتر ماتشد تو لودد لاين، بعدين كونجوجيت ماتشينج. الحالة الأولى اللي هو أني ناشن درت، درت ماتشنج بين شنو، بين اللود بين الحمل اللي هو هذا الحمل اللي هو زد ال وبين شنو بين اللاين. بس نحط في بالي حاجة، أني نا ما راعيتش منو، ما راعيتش الجنريتر، أني نا درت ماتشنج في المنظومة اللي في اللي أنا في الأوتبوت، لكن أنا ما درت شنو، ما درتش ماتشنج في الحالة الأولى هذه. في الحالة الثانية شو حندير، حنعكس، حندير ماتشنج. كلمة ماتشنج شنو نعني بيها، نعاود ونقول تاني انك شنو خليت مقاومة اللود هي نفسها مقاومة شنو، مقاومة اللاين. حنحكي لكم كيف تدير هالحاجة هذه. في الحالة الثانية انا خليت هذه هي نفسها مقاومة شنو، مقاومة اللي هو اللاين، بس ما رعيتش منو، ما رعيتش الحمل اللي هو اللود بتاعي، انا ما رعيتهاش. الحالة الثالثة تنشوفوها بالتفصيل، تمام. في اللود ماتش اللاين هنا زد ال تساوي شنو، تساوي زد او زي ما اتفقنا ان زد ال هي نفسها شنو، هي نفسها زد او. سو جاما ال تساوي زيرو في اس دبليو ار تساوي واحد، ذن ذا انبوت امبيدنس از، فانا مقاومة الانبوت حتكون هي نفسها شنو، هي نفسها الزد او. والباور بتاعي، الباور بتاعي شنو حتساوي، نص في جي تربيع في زد او على زد او زد ار جي زي شنو اكس جي، تمام. في الحالة الثانية ايوه في الحالة الثانية شنو درت انا، اللي هو جنريتر ماتش تو لودد لاين، ان ذس كيس زد ال اند or transmission line parameters beta L Z O R chosen the input impedance Z M ساوي Z G. يعني أنا اخترت مقاومة اللاين هي نفس شنو الزد بتاع الجنريتر. فهنا الأوفرول الرفلكشن كوفيشنت الزيرو اللي هو في حالة في الانبوت عندي، تمام. والباور delivered to the load اللي هي حتجد كم، بيت ساوي نص في جي تربيع في زد او على اربعة ار جي تربيع زد اكس جي تربيع. بعدين هنا فكيت التربيع فتجد عندي في الصيغة نهائية بتاعتها، تمام. في الكونجوجيت ماتشنج
هنا نفرض ان جنريتر زد جي از فيكست وي ماي فاري انبوت امبيدنس زد انبوت انتل وي اتشيف ذا ماكسيمم باور ديليفر تو ذا لود نوينج زد ال then easy to find that input عفوا then easy to find reverse L. فبالأخير أنا بنعطيك بشنو بنعطيك لنا الآخر سطر لأن شنو قيم الـ R input بحيث إني أنا تحصل على maximum power في الحالة المعقدة اللي توا هذه. أنا أعتقد الـ R input هي نفس شنو R G إني تختار المقاومة متاع الـ input تمام هي مقاومة شنو مقاومة الجنريتر والاكس اللي هو الجزء التخيلي متاع الانبوت هو تختار اللي هو شنو يساوي ناقص الاكس جي تختار يعني المقاومة متاع الانبوت يعني الترانسميشن لاين تختاره بحيث انه هو يكون المرافق الكونجوجيت متاع منو متاع الجنريتر يعني كان الجنريتر المعوقة متاعه تساوي مثلا 3 زائد جي 10 اللاين انا اختارها 3 ناقص جي 10 هيك تجد عندك شنو تجد عندك افضل شيء انك شنو تدير انك تدير ماجيك شنو يعني شنو خلاصتها النقطه هذه كيف تدير فكرتها ان هي تلغي في الجزء التخيلي اللي هو يسبب في فارق كبير يعني كانك شنو درت كانك خذيت اللي هو الترانسميشن لاين وحطيت اعطيته قيمه قعدت في النص بين منو وبين الجنريتور وبين منو وبين اللون انت صعب انك تراضي الاثنين صعب انك تقدر تساوي هذه وما تضرش الاخرى افضل حل لك انك شنو انك تقدر مقاومة الترانسميشن لاين هي نفس المرافقة متاع شنو متاع الجنريتر والقانون متاع الباور اللي هو عندك في الاخير انا هذا ممكن اهم قانون عندنا في اللحظة اللي توا هذه تمام هنا مجموعة قوانين للمراجعة ممكن مرينا عليهم كلنا نظينا مراجعة قوانين اللي اخذيناها توا ف terminated lossy line وعندك terminated اللي هو اللي تجد فيه مقاومة عندي انا الباور لوس اللي هو ال PM بتناقص ال PL طبعا مقدار اللص هو نفسه شنو هو شنو شنو يساوي مقدار اللص كيف تحسبه تحسب الباور انبوت الانبوت الداخل على الترانسميشن لاين وتحول منها شنو تطرح منها اللي هو الباور اللي تم توصيلها على اللود فانت هيك تقدر تعرف شنو اللي ضاع منك فهمت انت دخلت 10 وات وجيت في الريسيفر استقبلت 5 وات فطبيعي ان الفقد حيكون شنو يساوي العشرة وات ناقص الخمسة اللي استقبلتها في الريسيفر لان شنو حيكون تساوي 5 وات يعني. تمام ايوه هذه النقطة اللي نحكي عليها انا النقطة اللي نحكي عليها اللي هي شنو اللي هي هذه عندك انتينا وعندك انا تلفزيون او عندك شنو ريسيفر نحكي عليها اللي هو قصة الكيبل هذا تعرفين في الستريت اللي هو القديم لو اللي بكل العادي وفي عندك اللي هو الديجيتال وفي عندك الانتينا تمام طبعا لنا كل كوابل نحاس لو جيت تفك الواحد فيه حتلقى كابل نحاس من جوا نفس التركيبة بالضبط نفس الشكل اللي هو الموصل اللي هو كيف التل رقيق اللي جوا والشبكة اللي عليه من برا لكن شنو فيه فرق هو شنو الفرق هو المقاومة متاع كل واحد فين أو المعوقة متاع كل واحد فين أنا في مشكلة عندك لو خذيت كيبل مثلا متاع أنتينة أرضية وعلقتها في ديجيتال ممكن ما يعطيكش إشارة حيعطيك إشارة ضعيفة بكل خاصة لو الدش بتاعك أو القصعة مش معدلة كويس فمش حتستقبل إشارة بكل شو سببها سببها قصة الماتشنج هذه كوابل بتاع ديجيتال مصنعات بطريقة بحيث انه يكون في توائم بين لنتين اللي هو الراس بتاع الستلايت